اتأخرتوا ليه كده؟ بقول لك ايه، الكاشير كان زحمه. قوم هات لنفسك. خلاص هتحكي لي حكايه الكاشير؟ بعدين لو قلت له الماجد كان مشاكي على طول. اه لا كده فعلا كان هيعرفك، ما انت نجم طبعا. فود البنات اللي تتبهدل وتقف في الطابور وانت تقعد معزز مكرم عصيرك يجيلك. يعني ايه بيصير رجوله بصراحه؟ اه يا حبيبتي مفيش نجم بيقف في طوابير. شوف يا ريم، النجوميه دي مسؤوليه، وعامله بالظبط كده زي الزيت والبنزين في العربيه. البنزين هم المحبين، هم دول اللي هيزقوك لقدام. الزيت هم دول بقى اللي بيحطموكي ويكسروكي زي ما انت بتعملي كده، ولازم يتحرقوا عشان العربيه تمشي. هو البنزين ولا الزيت اللي بيتحرق؟ يا بنتي سيبك منه، ده ما بناخدش منه غير كلام، ده بتاع صفصطه. بمناسبه بقى الصفصطه اللي بتقولها لاختك رشا كده، انت كنت ناطعه مونولوج امبارح على الفيسبوك، ده كان في حد مزعلك ولا حاجه، ولا انت عميقه كده في نفسك؟ اه لا بحاول اكون عميقه، بحاول يعني على قد لسه. واساسه ايه العمق ده؟ انت مالك؟ ماشي. لا هتبقي نجم، الثقة دي كده هتبقي نجم. اه لا يعني انا دي حاجة اعتز بيها حضرتك، يعني فخر ليا، فخر ليا ان ده رأيك فيا. اشربي عصير يا بنتي. يا امزح يا امزح. فكريني بقى بعلقها في اوضتي الوسام. الجمية مسؤولية ليك، شايفة؟ يا ماما بقى الحاجة احنا بنجيبها لك. اشربي عصير. اشربي يا قلبي.